بيك عبد الحق في الفريق فانكو. يعيشك، مرحبا بيكم. أول حاجة كل عام تحيا بخير. يعيشك يعيش خويا، ربي يخليك. مباراة كبيرة اليوم الإفريقي ضد النجم للحظات الأخيرة. صحيح، الماتش قاعد للآخر يتلعب، عرفنا باش نلقاو ماتش صعيب. لقينا فريق النجم الذي الساحلي الحقيقة يلعب بلاش حسابات اليوم على الملعب، معناها مش خاسر شيء تروح اليوم. نحن تحب ولا تكره خطوة مهمة في مشوار البطولة، ما أهم حاجة الحمد لله نقول عرفنا نتحكموا في أعصابنا، وأهم حاجة هي النقاط الفوز اليوم الحمد لله. الناس ما نقولوا الإفريقي بطل الموسم هذا؟ لا، مازال بيان سور، مازال هذه خطوة مهمة، وعندنا تو ماتش المهدي نحضروا له إن شاء الله ربي معنا. يعطيك الصحة، عايش خويا.